نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية. وأوضح المركز أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشدداً على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغائه، حيث يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر دون التقيد بأيام بعينها، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استيفاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. أعلنت وكالة كوفين الدولية للدراسات الاقتصادية أن 12 دولة إفريقية من بينها مصر وجنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا تعد من بين أكثر من 80 وجهة استثمارية جاذبة للشركات الصينية خلال العقد المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن معظم البلدان الأفريقية المدرجة في قائمة أكثر الوجهات جاذبة للمستثمرين الصينيين تحقق أفضل أداء لها في فئة إمكانات السوق هذا، واعتمد التقرير على 200 مؤشر من بينها مساحة الدولة وعدد سكانها لتحديد الدول التي تحظى بتفضيل المستثمرين الصينيين خلال السنوات العشر المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2033. التقى رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ مع كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونغ كونغ والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة. بحث الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البورصة سبل التعاون المشترك والتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بقواعد ونظم وآليات التداول. كما تطرق النقاش إلى بحث أوجه التعاون في مجالات الصناديق العقارية والمشروعات المستقبلية المتعلقة بتأسيس سوق للتداول الحصص العقارية وأسواق المشتقات. افتتحت في محافظة القاهرة أولى محطات الوقود المتكاملة لتقديم خدمات حديثة في تموين السيارات. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ استراتيجيتها في مجال توفير الوقود وبشراكة استثمارية مع شركات إماراتية. في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير الوقود وإتاحة بدائل اقتصادية متنوعة، جاء افتتاح أولى محطات الوقود المتكاملة لتقديم خدمات حديثة في تموين السيارات والتي تقع بالقاهرة. تحسب للحكومة المصرية كنجاح في جذب استثمارات جديدة ولا سيما في هذا المجال، والنهاية المستفيد هو المستهلك وقائد المركبة، لأنه بيبقى عنده النهاردة بدائل مختلفة من شركات متنوعة، سواء شركات عالمية، شركات إقليمية أو شركات محلية، وفي النهاية المواطن أو المستهلك أو قائد مركبة هو اللي بيختار. دولة الإمارات اليوم في موضوع استثماراتها داخلين في شركات كبيرة مع الجانب المصري، هناك كثير من الممكنات لدى مصر والميزات التي تمتاز فيها مصر التي تدفع باتجاه أيضا زيادة الاستثمار في تعاون كبير ودعم كبير من قبل الحكومة المصرية. أيضا هناك أيضا في تنافسية في السوق في ظل عدد كبير من المستثمرين من مختلف دول العالم أيضا في مصر. افتتاح هذه النوعية من محطات خدمات السيارات يأتي نتيجة لشراكة استثمارية مع الشركات الإماراتية في هذا المجال لتقديم أحدث خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة من خلال تجربة تسوق معززة رقميا للعملاء في مصر. اليوم هذا الاستثمار بدأ يتبرور وبدينا فعليا بتحويل المحطات إلى هوية أدنوك للتوزيع، والهدف من أساسه تعزيز تجربة المستهلك، المحطات تكون إضافة للجمهور، والاستثمار في بلد مهم وعزيز على قلوبنا دائما، بلد فيه نمو اقتصادي، نمو سكاني جميل وسريع، شريحة الشباب الموجودة فيه كلها بتتطلع إلى توفر خدمة نوعية، وهذا اللي نحن يعني ملتزمين فيه. هذه النوعية من المشروعات هي ترجمة فعلية للتوسع في نشر محطات التموين بإقامة محطات متكاملة لخدمة أهداف استراتيجية استثمارية مع دخول علامات تجارية جديدة لتحقيق طفرة في هذا القطاع الحيوي.
في أسواق البترول العالمية تباينت الأسعار في آخر التداولات الرسمية، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح، وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلاً. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 93 دولاراً و27 سنتاً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نصف نقطة مئوية لتصل إلى 90.03 سنت للبرميل، كما صعدت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 66% لتبلغ 3.27 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتبلغ 2.64 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي في الصين بنسبة 18.8% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 585 مليار يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين.